صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة وربنا ينجينا من البلاوي اللي هي موجودة دي. النهاردة عندنا محاضرة هنتكلم فيها على عملية مهمة في عمليات الماشينينج أو التشغيل أو القطع أو تغيير كتلة وزن وحجم المنتج نتيجة قطع ونزع جزيئات منه وتغيير شكله بإزالة جزء من المعدن اللي كان بيسمى ريش. فالعملية اللي هناخدها النهاردة اسمها الشيبينج. الشيبينج اللي هو القشط، وفي معاه عملية اسمها البلانينج وسلوتينج برضو في نفس الإطار. عمليات الشيبينج اللي هي عمليات قطع بتتم بماكينة تسمى المقشطة. هنتكلم على انترودكشن وهنتكلم على الكونفيجريشن والفانكشن بتاع الشيبر والبلانر والسلوتر، وهنتكلم على كايناميتك سيستم والوركينج برينسيبل اساسيات عمليه القطع فيها ايه، وهنتكلم على العمليات اللي نقدر نعملها على كل عمليه. وبفكركم باللي احنا قلناه قبل كده اللي هنعيده في الجزء بتاع الشيبنج والبلانينج. طيب الشيبر او البلانينج عمليه بنقطع بيها المعدن، بنشيل متل ريموفينج متل من السيرفيس في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراسي في حاله سلوتر، وهنشوف مع بعض ازاي بنعمل هذا الكلام الان. طيب اول ما ابتدي اقول ما هي مكنه الشيبر، شكلها ايه وبتعمل ازاي وايه الفانكشن. الشيبر هي المكنه اللي قدامنا دلوقتي. الشيبر هي المكنه اللي امامنا الان. الشيبر دي بيبقى عندنا جزء هنا اللي هو ده، دي صوره فوتوغرافيه وده سكيماتيك دروينج. الرام او الجزء ده بيتحرك حركه تردديه، رايح راجع رايح راجع رايح راجع. يبقى الرام اللي هي ده بتروح وبترجع، وادي السهم اللي بيوريني الحركه بتاعتها بتعمل ايه، راحه راجع ريسبريكيتنج موشن. وبعدين هنا برج القلم او التول بوست اللي هو ده، التول بوست ده لكن فيه قلم قطع اهو ومتثبت على البرج بهذا الشكل اللي هو التول هيد ده اهو، لكن فيه قلم القطع اللي هنا مكتوب عليه تول. الشغله تحت القلم اهي اللي هي بتبقى راكبه على المنجله اللي هنا دي. دي منجله اثبت عليها الشغله، ممكن اثبتها بطريقه ثانيه وهنقولها. الرام بتتحرك، فبتتحرك التول هيد، التول هيد بيحرك القلم، يفضل رايح راجع على الشغله اللي هي دي. والفايس او المنجله مثبته الشغله، والمنجله ثابته على تيبل. التيبل دي طبعا اقدر اطلعها فوق عشان اقرب الشغله من القلم، او انزلها تحت لو الشغله مرتفعه كتير، واقدر كمان احركها في الاتجاه اليمين والشمال زي ما انتم شايفين بهذا الشكل اللي هو اللي يمثل الحركة اللي هنا دي. يعني التيبل دي اقدر اطلعها وانزلها عشان اجيب موضع القطع بتاعي، واقدر احركها يمينا ويسارا. الشيبر او المقشطة الافقية ده بتقوم بعملية القطع بواسطة قلم القطع اللي موجود على التول هيد هنا، والشغلة المتثبتة هنا دي هي اللي بتتقطع. يبقى عندي ده جسم المكنة أو الكولوم اللي مثبت الرام فوقيه، واللي الرام متثبت فيها الهيد ستروك، واللي راكب فيه التول. وهنا دي مجاري هنا علشان يتحرك عليها التيبل طالع أو نازل زي ما هنشوف. وده الميكانيزم اللي بيحرك الرام اللي هنشوفه مع بعض بعد دقايق. طيب لو بصيت على السكتش بتاع المكنه هجد ادي الرام مره ثانيه، وادي التول هيد اهو، ده التول هيد، ادي قلم القطع او التول اللي راكب، ادي الشغله او الورك بيس، وادي الفايس اللي هي منجله مثبته الشغله، وده التيبل بتاع المكنه
اللي راكب عليه المنجلة اللي راكب فوقيها التول. وبعدين الرام دي لما بتتحرك راحة راجعة، ده الميكانيزم اللي هناخده بعد دقيقة اللي بيحركها، يحول الحركة الدورانية إلى حركة ترددية إن الرام تروح وترجع. وآدي الشغل اللي باللون الأسود اللي القلم بيلمسها ويقطع فيها. طبعا ده الكولوم بتاع المكنة أو الجزء اللي مثبت كل الكلام ده فوقيه، وده الموتور أو الدرايفنج ميكانيزم أو الأداة اللي لما بوصل التيار الكهربي تبدأ تدور، تحول الحركة إلى روتيشن موشن ثم تتحول إلى ريسيبروكيتنج موشن اللي هي هنا 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 هنا. وده القاعدة بتاعت المكنة أو الفاونديشن، وده التيبل سبورت عشان يسند التيبل بتاعت المكنة تبقى ثابتة في مكانها. هي نفس الأجزاء بس بصينا لها بالسايد فيو. دي الشيبنج ميكانيزم أو الشيبنج ماشين. البيز بتاعت المكنة القاعدة دي عشان أثبت عليها كل الكلام ده. التيبل سبورت اللي هنا عشان يثبت التيبل بتاعت المكنه اللي بيركب عليها الشغله. ولما اقول الشغله، الشغله هتركب هنا في الحاله دي على منجله، والمنجله متثبته على على التيبل، وعلى المنجله ثبتت الشغله ده ايه. وقلم القطع اللي مربوط في التول هيد اللي هنا اللي متثبته مع الرام، واللي الرام هتروح وترجع تبدا تقطع في الشغلة اللي هنا. الأزرع ده إيه؟ علشان أحدد طول المشوار تروح وترجع قد إيه؟ تروح وترجع 20 سنتي، 50 سنتي، 30 سنتي بالأزرع اللي هنا دي، ده اللي بتحكم فيها في هذا الطول بتاع المشوار. والدراع اللي هنا ده أو الرام اللي هنا دي أو الويل اللي هنا دي علشان أنزل القلم بتاع القطع يلامس الشغلة أو أرفعه بعيد أحدد بيه عمق القطع زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى كل جزء من دول ليه فانكشن. طبعا الطول هيقطع الشغله اللي هيتقطع فيها، التيبل لتثبيت الفايس اللي هي المنجله، الرام عشان تتحرك الحركه التردديه، البيز عشان تثبت كل الكلام ده عليها. فدي الاجزاء واللي انا قلت كل وظيفه كل جزء منها دلوقتي حالا. ستوب هنا بقى، نبص بدقة على ما كنا قلناه قبل كده. واحنا قلنا ايه؟ قلنا ان اي اداة قطع لازم يكون لها طول جيومتري معينة، اي ان لها زاوية خروص وجرف. وهنا بنوري زاوية الخروص وزاوية الجرف بوضوح. يعني ايه؟ القلم بتاع القطع او التول هيتحرك الحركه التردديه راجع اما بيلامس الشغله الحته الزاويه واحد دي هي الكليرانس انجل او زاويه الخروص اللي بتقلل الفريكشن بين اداه القطع وبين الشغله. والزاويه ثلاثه هي زاويه الريك انجل اللي بتساعد على خروج الريش وانه يبتعد عن الشغله. والزاوية 2 زاوية القلم، زاوية الطول، الطول انجل. التلاتة دي واحد واثنين وتلاتة مجموعهم كام؟ 90 درجة. دي حاجة مهمة، وزي ما قلنا مرة تانية انها لازم تنطبق على كل ماكينات القطع، كل ادوات القطع اللي احنا بنشتغل بيها بينطبق عليها هذا الكلام في حالة الشيمر اي. طيب هتقطع ازاي الشيبر ماشين؟ ادي الطول. التول ده بيروح وبيرجع، السهم اللي مكتوب عليه كاتنج او كاتنج فورس، ده بيروح وبيرجع. لو فضل يروح ويرجع والشغله ثابته تحته لن تتحرك خالص، هيقطع الحته اللي هيلمسها لكن لن يقطع بقيه العرض بتاع الشغله. علشان كده في عندنا حركه التغذيه الثري مين كاتنج كونديشن اللي كانوا الكاتنج فورس والفيد والدبس اوف كات. الفيل اللي هي ايه؟ ان الشغله تتحرك كده، يعني ده يروح يجي من هنا يبتدي يقطع، يقطع كل الطول ثم يرجع بسرعه، يقطع ببطء ويرجع بسرعه. بعد ما يرجع لهنا الموضع ده
الشغلة تتحرك كده حركة التغذية اللي هي مكتوبة هنا دي. تتحرك حركة التغذية هيجيب موضع قطع جديد، يبقى كل ما هو ماشي هيقطع، يفضل يقطع يقطع لحد ما يقطع كل العرض بتاع الشغلة. يبقى النقطة بي ده ايه وبي داش اللي فوقيها، بعد ما اتقطعت اما يرجع الطول لبره لهنا، الشغلة هتتحرك حركة التغذية كده، الشغلة هتتحرك حركة التغذية، تقوم تجيب نقطة هنا موازية للبي بي داش، وبالتالي اقطع موضع قطع جديد. يبقى عندي 3 مين كاتيكونديشن بتوعي، اللي هي القطع، سرعة القطع والتغذية وعمق القطع والمسافة من ايه لايه داش او من بي لبي داش اللي هي ده. انا شلت من المعدن قد ايه عمق القطع ده. طيب لو بصيت على سايد فيو، ادي اداة القطع بتقطع هنا، وهنا الشغلة بعد ما اتقطعت ورجعت دقيق الفيد اتحركت لاترالي، يعني جت الشغلة علينا على ناحية وشنا فمش باين السالب. هذه الشغلة تتحرك لاترالي، لاترالي يعني معناها بتتحرك في هذا الاتجاه اللي هو ده. دول 3 مين كاتنج كونديشن، وده بيخليني ازيل جزء من المعدن بتاع الشغلة واعمل عملية الايه القطع. طيب يبقى التغذية حاجة مهمة جدا، اللي هي مرة أخيرة حركة الشغلة في هذا الاتجاه العرضي، إن غير القطع تقطع وترجع الشغلة تتحرك حركة التغذية وتجيب موضع قطع جديد وتقطع. ده التغذية. طيب الشيبينج ماشين إز فيري امبورتنت ماشين، عشان الرام بتتحرك زي ما نعيد تاني الكلام حركة ترددية، وعمق القطع بياخدوا أداة القطع تنزل تخترق المعدن في المسافة المراد إن احنا نعمل فيها عمق القطع. يعني أخلي أداة القطع دي تنزل المسافة ده اهي، لو عايز عمق قطع أكبر أنزلها أكتر وهكذا، وده عمق القطع. طيب عندنا الميكانيزم اللي بيحول السرعه الدورانيه، انا عندي الموتور بيدور سرعه دورانيه، هيتحرك ازاي الرام اللي تخلينا نعمل حركه تردديه، انا بقول رايح راجع بهذا الميكانيزم اللي هو كويك ريتيرن ميكانيزم، وده فيري سمبليفايد قوي. عندي هنا دراع، الدراع ده راكب فيه بلوك في النص ستروك ادجستمنت، ده بيدور الترسي ده بيدور يدور، ده لما يدور ده يخليه يروح ويرجع بهذا الشكل، يمشي الستروك ادجستمنت ده يمشي على الدايره دي، ولما يجي هنا يبدا لما يجي الناحيه دي يلم الدراع ده معاه يجيبه هنا، ولما يبدا من هنا يروح راجع تاني جايبه هنا، وبالتالي ده تحويل الحركه الدورانيه الى حركه تردديه. الجزء ده الفايبريتنج ارم اللي بيهتز ده راكب على الرام متوصل معاه بالطريقه دي، علشان الرام دي هي اللي تاخد الحركه التردديه اللي راحه جايه. طبعا المسافه اللي هيتحرك فيها الستروك اللانس بتاعي هيكون من الجزء ده الى الجزء ده، اما بيروح بيقطع ببطء ورجع بسرعه علشان نوفر في الماشينينج تايم. وبعدين عندنا الرام بوزيشن كلامب اللي انا كنت قلت عليها اللي هي ده اللي بتحدد الطول. طبعا لو غيرت الرام بوزيشن كلام هتغير اللانس بتاع الستروك لو احتجت تعمل كده يعني. وبعدين ده واصل بالرام، الرام واصله بالهيد، بالطول هيد اللي هو ده، وقلم القطع راكب هنا بيبدا يقطع مع الشغل زي ما كنا قلنا. الداون فيد دهيا بتروح مخليه قلم القطع ينزل او يطلع زي ما انا عايز عمق قطع كام. بناء على عمق القطع المطلوب اقدر انزل القلم بتاع القطع يدخل في الشغله ويقطعها. فده مجرد ميكانيزم بسيط خالص بيحول الحركه الدورانيه اللي هي بتاعت الترس ده الى حركه تردديه عشان الرام تتحرك الحركه التردديه ده هي. لو بصيت على الميكانيزم بتاع الدوران ابص على ما يلي. الفورورد ستروك اللي هو مشوار القطع اللي على الشمال، أداة القطع
بتيجي تمشي كده تقطع في الشغله اللي هي جوب داي، وتطلع الشيب اللي هو الرايش ده. ده التول بتاعي، وده الكليبر بوكس اللي رابط فيه التول بتاعي. اما بقطع بعد مشوار الفورورد ما يخلص هيجي مشوار الريتيرن. لما يرجع القلم مش هيقطع ولا هيعمل حاجة، هيرجع بسرعة لحد هنا. لما يرجع لهنا زي ما انا واقف السهم ده، يبدأ الشغلة تتحرك حركة التغذية، انها تتحرك خطوة ناحيتنا، تطلع كأنها جاية علينا كده. دي حركة التغذية، وهو راجع ما بيقطعش حاجة. التول كليرد فروم ميكانيكال سيرفيس، الماشين سيرفيس، ما بيعملش أي عملية قطع، بيقطع فقط وهو رايح، وهو رايح. وده في الريتيرن ميكانيزم. طيب ده الميكانيزم بتاع القطع بالظبط. لو بصيت تاني على هذا الكلام، ادي عندي الدراع الارم اللي بيحول الحركه التردديه الدائريه الى تردديه نتيجه الدوران ده. النقطه الحمراء دي هتتحرك على الدائره، هتخلي الرام تروح وترجع. ادي الكليبر بوكس، ادي قلم القطع بيقطع في الشغله اللي ثابته على منجله، والمنجله متثبته على التيبل بتاع المكنه. وده بالتحديد اللي بيتم. فعندي مشوار قطع سريع ومشوار رجوع بطيء، مشوار قطع سريع ومشوار رجوع بطيء. دي عماله راحه راجعه، بيروح وهي راحه بتقطع وهي راجعه ما بتقطعش، وتخلي الشغله او الورك بيس تعمل حركه التغذيه، تتحرك سنه عشان تجيب موضع قطع جديد وتقوم بعمليه القطع. احنا نعمل ايه بالمكنه دي؟ ايه المنتجات اللي ممكن اخدها بمكنه بهذا الشكل؟ اقدر اخد منتجات كثيره ومتعدده. ممكن اخد جروفت بلوك، اعمل جروفت بهذا الشكل، او دفتيل سلايد، دفتيل سلايد زي ديل الحمامه المنظر ده، او جايد جيب اعمل حاجه بهذا الشكل، او اعمل في بلوك اقطع على شكل حرف في، او اعمل اي شكل من الاشكال اللي تحت ستيب دفتيل سلايد، ناحيه دفتيل وناحيه ستريت زي ما انا عايز. اقدر اعمل قطع جانبي هنا كده. دي بعض العمليات اللي ممكن اعملها على المقشطه. يعني المقشطه بتعمل عمليات كتيره. دول جزء من هذه العمليات. هل نقطع مجرى حرف تي بالشيبر؟ ايوه نقدر. ازاي؟ كما يلي. الستيب بتاعتي عشان اعمل دي سلوت ثلاث خطوات. واحد، اعمل مجرى طوليه في الشغله، اجيب قلم قطع يعمل مجرى طوليه من غير التي، اللي هي الخط ده والخط ده. اول خطوه، يبقى اعمل المجرى الطوليه ستيب 1. تاني ستيب، اجيب قلم قطع ليه بروز بالجنب بالمنظر ده، يفضل رايح راجع على الجزء ده، يعمل لي سايد من التي سلوت، جانب منها، الجانب الشمال ده، ثم اقلبه على الناحيه الثانيه، واعمل بعد ما عملت ده بقى اعمل الجانب اليميني ده. يبقى القلم بتاع القطع اللي ليه حته بارزه بهذا الشكل اقدر اخليه يقطع الجزء ده، ثم يتقلب 180 درجه ويقطع لي الجزء ايه ده. ده ازاي اعمل تي سلوب على ماكينه الشيبر. ثلاث خطوات، واحد مجرى طوليه، اثنين مجرى على الشمال، ثم مجرى على اليمين زي ما قلت. وبكده بعمل او بصنع مجرى حرف الايه التي، بصنع المجرى حرف التي. طيب نقدر كمان نعمل حاجات تانية كتيرة زي ايه؟ انا ممكن اميل الهيد او التول هيد ده بالزوايا اللي انت شايفها دي، واخلي اداة القطع تقطع لي. لو اخدت الجزء الاول اللي على اليمين، لما ميلت التول بوست بزاوية معينة او التول هيد بزاوية معينة، عملت السطح ده.
قطعت الشكل ده وممكن اميلها واعمل ستيب بهذا الشكل، ممكن اميلها واعمل عمليه قطع عاديه بهذا الشكل، يبقى التول هيد اقدر اميلها وبالتالي اقدر اخد زاويه قطع مايله زي ما انا عايز. كل ده كان عن الشيبر ماشين. يبقى الشيبر ماشين بتبقى اداه القطع تتحرك حركه تردديه، تقطع في مشوار قطع بطيء وترجع في مشوار رجوع سريع، وبقدر اعمل كل العمليات دهي عليها. في عندنا مكنه تانيه مختلفه بقى، الشيبر كان الشغله ثابته واداه القطع هي اللي بتتحرك الحركه التردديه. طب البلانر بقى ايه ايه مشكلتها؟ البلانر عكس الشيبر، يعني يعني الشغله بتركب على التيبل هنا والتيبل هي اللي بتتحرك الحركه التردديه، راحت راحه قطع بطيء ورجع رجوع سريع، واداه القطع فوق هنا ثابته راكبه هنا ثابته، دي اداه القطع، والشغله تحت التيبل دي هي اللي بتتحرك الحركه التردديه، عكس الشيبر اللي كان الالم بتاع القطع هو اللي بيتحرك الحركه التردديه. الشيبر التيبل هي اللي راحه راجعه راحه راجعه، والطول ثابت في مكانه بيعمل عمليه الايه؟ القطع. ده الفريم بتاع المكنه، وده الجاج واي او الاكسس اللي راكب عليه التولز، ودي التيبل اللي راكب اللي هيركب عليها الشغله عشان تعمل عمليه القطع. وهنا مره ثانيه التيبل دي هي اللي راحه راجعه راحه راجعه، والطول ثابت في مكانه بيقطع في الايه؟ في الشغله. كان في الشيبر التغذيه بتاخدها الشغله، الشغله هي اللي كانت بتتحرك لما القلم يروح يقطع ويرجع بسرعه، هنا العكس اللي بياخد التغذيه قلم القطع بيتحرك على المجاري ده، واقدر هنا اركب اكتر من قلم، بينما كان في الشيبر ما ركبش الا قلم واحد، هنا اقدر اركب على الهيد دي قلم وهنا كمان اركب ايه قلم، يبقى عندي اثنين قلم. هنتكلم برضه على الشيبر بعمق شويه، ادي سكتش بيورينا الشيبر، ادي التيبل بتاعت المكنه، وادي الشغله، وقلم القطع راكب هنا، التول هيد راكبه هنا، التيبل ده هي اللي بتتحرك الحركه التردديه، دي طبعا قاعده المكنه، الحركه التردديه اللي هي معموله هنا دي الرمز ده، ده حركه التيبل، والتيبل فيها الشغله، وبالتالي الشغله هي اللي بتتحرك الحركه التردديه. الكروس ريل اللي هنا ده بيخلي البرج بتاع القلم او التول هيد يتحرك افقيا علشان يعمل حركه التغذيه، هيعمل حركه التغذيه عكس الشيبر. وعندي الكولوم اللي فوق ده هو اللي شايل القصه دي كلها اللي هي التولز على السلايد اللي هنا دي، اللي هو ده مجرد انه بيثبت لي دولا عشان يتحرك. طيب ده البرنسيبال بارت بتاع البلانر، لو بصيت على شكلها بصوره فوتوغرافيه اجد المنظر ده، ادي البلانر، ادي التيبل اللي بتتحرك الحركه التردديه راحه راجعه، ادي التول بوست اللي راكب عليه قلم القطع هنا، وادي تول بوست تاني راكب عليه قلم القطع هنا، وهنا ادي مجاري اقدر احرك عليها التول بوست ده يمينا ويسارا يروح ويجي، واقدر اثبت الشغله بتاعتي. الصوره الثانيه اللي على اليمين ادي كلاب مثبته الشغله اللي هي ده ايه، وده قلم القطع اهو بيقطع في جنب الايه؟ الشغله، بيقطع عليها في الجنب من جنبها. يبقى هنا كلامب وتي سلوت مثبت، هنا مش مثبت على منجله. قبل كده كنا كله بنستخدم منجله. هنا طريقه ثانيه ان اثبت على مجاري حرف التي وبواسطه الكلامب، واشرحها لوحدها كطرق لتثبيت الشغله في ماكينه الشيبر والبلانر. يبقى ادي الشكل الحقيقي بتاع المكنه،
وده التيبل، وبيتحرك تحت على المجاري دي رايح راجع رايح راجع، وادي التول، وادي شغله متثبته بواسطه كلام، وده قلم القطع بيقطع على الجنب بتاع المكنه من هنا. طيب ايه الفرق بين الشيبر والبلانر؟ لما عكست الحركه ايه الفرق؟ واحد، في الشيبر الشغله بتتمسك ثابته على التيبل وقلم القطع هو اللي بيتحرك، في البلانر العكس، الشغله هي اللي بتتحرك الريسبروكيتنج موشن، والتول هو اللي ثابت ستيشنري على التول بوست. ده اول فرق. تاني فرق، الشيبر تعمل مشغولات صغيره، البلانر تعمل مشغولات كبيره فيري لارج اند هيفي ورك بيس. الشيبر مكنه خفيفه يعني وزنها مش تقيل، البلانر فيري هيفي ماشين. الشيبر كان امبلوي لايت كاتس وفيد ريت، تقدر تعمل عمليات قطع صغيره تاخد عمق قطع صغير، دي تقدر تاخد عمليات اكثر عمقا واكثر دبسا. الشيبر بيشتغل فيها قلم قطع واحد اللي هو رقم خمسه، بينما البلانر ممكن اعمل اكتر من قلم قطع ات تايم زي ما كنا مركبين اتنين دلوقتي. الشيبر بتشتغل بالكويك ران ميكانيزم اللي هو كان تحويل الحركه الدورانيه الى ريسبليكيتنج موشن. البلانر لا، بتستخدم جيرز او هيدروليك علشان تعمل الحركه التردديه، الفكره مختلفه. اخر حاجه، الشيبر ليس ريجيد، مش ثابته قوي، الشيبر فيري ريجيد وستيبل، ونقدر نركب عليها مشغولات كبيره الحجم ثقيله الوزن، بينما الشيبر ما نقدرش نعمل عليه هذا الكلام، البلينر اقدر اعمل عليه هذا الكلام. ده الفرق بين الشيبر والبلينر. اخر مكنه هنتكلم عليها هي السلوتر. والسلوتر هي شيبر بس مقايله 90 درجه، يعني عندي اللي كنا بنقوله على الشيبر، لكن بدل ما كان بتتحرك حركة أفقية ترددية، لأ بتتحرك حركة رأسية. ده الرام بيتحرك لفوق ولتحت، يفضل طالع نازل طالع نازل، والشغلة راكبة على التيبل هنا وبنقطع فيها زي ما احنا عايزين. والسلوتر بتديني إمكانية كويسة إني أعمل المجاري الداخلية زي ما نشوف مع بعض، تقدر تعمل إمكانية المجاري الداخلية، نقدر نعمل بيها مجاري داخلية. السلوتر هي شيبر بس مايلة 90 درجة، يعني لفتها كده قلبتها 90 درجة بعد ما كان ده أفقي خليته رأسي. الشيبر أهي، أدي عندي التول، وده التول هيد، ودي الرام، وده ميكانيزم عشان يحرك الرام راح رجع، وادي التيبل، وده ميكانيزم تحت عشان يديني حركه التغذيه بتاعت الشغله. الفكره اني نقلت الحركه من مستوى افقي الى مستوى راسي، بقيت بتحرك بشكل راسي مش افقي، ده يتحرك فوق وتحت. السلوتر لو شفت صورتها الفوتوغرافية اهي، ادي السلوتر، وادي الرام، وده التول هولدر اللي ماسك التول اللي بيطلع وينزل، ودي التيبل اللي ثابت عليها الشغلة، وده الجسم بتاع المكنة، وده ميكانيزم عشان الحركة بتاعت الرام، وده اللي بيحرك لي التيبل. It's a reciprocating type machine similar to the shaper but it's a vertical direction not a horizontal direction. ده أهم فرق بين الشيبر وبين السلوتر.
انه السلوتر فيرتيكال موفمنت، الشيبر هوريزونتال موفمنت. لو بصيت على الشكل الصورة لهذا الكلام، هبص معايا، ادي السلوتر الرسمة اللي على الشمال، ادي التيبل بتاعت المكنة، ادي الشغلة متثبتة على التيبل، ادي التول بتاعنا اللي بيطلع وبينزل يعمل الحركة الترددية، هو الصوت راح يا دكتور. بتقول الصوت راح يا باشمهندس؟ اه كده رجع. طيب كويس، معلش بقى ربنا ايه يسترها والنت ما تهزرش معانا. الورك بيس بتاعتنا هي ترس، ترس بعمل فيه المجرى الداخليه ده، ايه اللي انا واقف عندها دي مجرى داخليه، ادي الطول بيطلع وبينزل، الطول طالع نازل يعمل المجرى ده ايه، وهنا انا مثبته على منجله، على اسف تشك زي بتاع المخرطه، ومثبت التشك بمجاري حرف التي اللي هناخد ازاي نثبت بيها بالتفصيل الممل. مثبت شارف تشك وعلى التشك مثبت الترس، والطول طالع نازل يعمل لي المجرى الداخليه دي اللي ما فيش مكنه تانيه هتقدر تعملها لي، يعني المجاري الداخليه للخوابير وللتروس ما عنديش مكنه تانية تقدر تعملها غير السلوتر ماشين. و السلوتر از ا فيري امبورتنت ماشين لان بتعمل حاجات ما حدش تاني بيعملها، والمكنه التول بيتحرك الى اعلى واسفل، والفرق الاساسي بينه وبين الشيبر الدايركشن بتاع الكاتنج موشن، الشيبر هوريزونتال والسلوتر فيرتيكال. تاني طيب المين بارت انا قلتها بتاعت السلوتر اللي هي كانت الاجزاء ده، هي الرام، تيبل، تول، كولوم علشان يشيل الكلام ده كله، الكونبولي علشان تعمل الحركه الدورانيه بتاع الترددية بتاعت الرام، والميكانيزم الجيرز اللي هنا ده هي عشان تعمل حركه التغذيه بتاعت الشغله. يعني المين بارت مختلفه شويه عن الشيبر، لكن الفانكشن اني بنقل الحركه من المستوى الافقي الى المستوى الراسي، اني بطلع فوق وانزل تحت زي ما قلت. واهم حاجه لو بصينا على دي ان انا هنا بعمل مجرى طوليه في جير بوكس، في جير في ترس، يعني بعمل المجرى الداخليه ده الحته الصغيره دي عشان انها بتتحرك راسي. لو عندي فتحه هنا الطول يقدر يتحرك جوه الشغله، المكن اللي احنا خدناه كله الشيبر ما تقدرش تتحرك جوه الشغله هنا، ولا البلانر طبعا، لكن السلوتر تقدر تعمل هذا الكلام. ده اللي كنا هناخده مع بعض في الشيبنج والبلانينج والسلوتنج. فنعيد تاني نلخص الكلام اللي احنا قلناه. احنا بنتكلم على عمليات الشيبنج والبلانينج والسلوتنج، عملية القطع باستخدام الشيبر والبلانر والسلوتر. الشيبر ماكينة بسيطة في اسمها رام، بتتحرك حركة ترددية راحة راجعة، راكب عليها التول بوست، التول هيد ده أداة القطع راكبة هنا، الشغلة تحتها على منجلة، والمنجلة متثبتة على التيبل بتاعت المكنة. الرام راحة راجعة راحة راجعة راحة راجعة،
وتقدر تعمل عملية القطع. حاجة مهمة جدا مرة تانية، زوايا القطع لازم تكون موجودة، اللي هي الكليرنس انجل والرينيك انجل والتول انجل، الثلاث زوايا دول اللي مجموعهم 90 درجة. القطع بيتم ازاي؟ أداة القطع بتروح تقطع وترجع بسرعة، تستنى هنا يقوم الشغلة عاملة حركة التغذية اللي هي الفيد، تيجي تتحرك حتى هنا تجيب موضع قطع جديد، تقوم التول قطع موضع القطع جديد وهكذا. وقلنا عندنا مكنة تانية، وطبعا الميكانيزم آسف بتاع الكويك ريتيرن ميكانيزم، ادي الجزء اللي بيدور عندنا بيفت وترس عليه، يحرك الجزء ده اللي هو الفايبريتنج ارم، يخليه يعمل الحركة الترددية التي تنتقل بواسطة اللينك الى الرام، وبالتالي احصل على تحويل من الروتوشن موشن الى الريسبريكيتنج موشن. وادي عملية القطع وهو راجع لا يقطع، هنا بيقطع وهنا ما بيقطعش. وقلنا اشكال اللي اقدر اخدها من الشيبر دي، بعض النماذج ليها جروف، دافتيل، جايب، في بلوك وهكذا، كل دي اشكال اقدر اعملها بمكنة الشيبر ماشين. وقلنا ان احنا نقدر نعمل مجاري حرف التي، ان نعمل مجرى طولية الاول، المجرى حرف التي اللي انا اقصدها هو الشكل ده، اعمل الاول مجرى طولية اللي هي ده، وبعد ذلك اجيب القلم اللي بالشكل ده واعمل المجرى اللي على الشمال، ثم اقلبه واعمل المجرى اللي على اليمين، ونقدر نميل الهيد عشان تقطع الشغلة بزاوية معينة لو انا عايز. بعد كده اتكلمنا على البلينر اللي هي مختلفة عن الشيبر في ان الشغلة هي اللي بتعمل الحركة الترددية مش اداة القطع، واداة القطع ستيشنري هنا هي اللي بتعمل عملية القطع من فوق. وممكن اركب اكتر من طول على البلينر، ادي طول وادي طول تاني يقطعوا في نفس الوقت فيوفروا لي في الماشينينج تايم. وقلنا ايضا انه ادي نموذج للمكنة في الواقع في الحقيقة، وادي طول بوست وادي طول بوست، وادي قلم قطع وادي قلم قطع تاني، وده نموذج لامكانياتها وهي بتقطع بالجنب، الشغلة هنا بتتقطع من الجانب، وادي الشغلة بتثبتها بكلام وبنقطع من الجنب. وقلنا الفروق بين الشيبر والبلانر حاجة مهمة، طبعا الاساس ان الحركة بتاعت الشغلة في البلانر حركة ترددية، لكن في الشيبر القلم هو اللي بيعمل حركة ترددية. الشغلة اللي بتتعمل على الشيبر صغيرة small work pieces، لكن البلانر تعمل large work pieces. الشيبر بتقدر تعمل light cuts، البلانر تعمل heavy cuts. البلانر is a heavy machine، الشيبر از لايت ماشين، ليس ريجيد الشيبر، والبلانر بيتر ريجيديتي ذان ذا شيبر. وده الفروق بينهم، هم سبع فروق. بعد كده اتكلمنا على اخر حاجه في الموضوع ده وهي السلوتر. السلوتر كانها شيبر لكن بتتحرك حركه راسيه مش افقيه، وبالتالي الترام بتاعتي الطول اللي راكب هنا بيتحرك فوق وتحت يقطع في الشغل. ما بلتك فلوس؟ لا يفرط عمالي ابو دوش. ادي السلوتر اللي بتعمل حركة القطع اللي قلنا عليها. هنا نموذج لعملية قطع ترس، بعمل مجرى طولية في الترس اهي علشان اقدر اقطع فيه. طيب الفرق الاساسي بين الشيبر والسلوتر
هو اتجاه الحركة ان الشيبر الدايركشن افقي والسلوتر الدايركشن بتاع القطع رأسي مش افقي. طيب ده اللي كنت عايز اقوله في هذا الموضوع. انا هاخد رست 5 دقايق ونكمل. دكتور، نعم. هو ايه الفرق بين السلوتر والدريلينج ماشين؟ هنا السلوتر ما بتعملش تقوب خالص، السلوتر بتعمل قطع مجاري مجرى طولية، الدريلينج ماشين بتعمل طوق بس ما بتعملش مجاري طولية. ده فرق أساسي، الفانكشن مختلفة. معايا يا باشمهندس؟ تمام، هناخد ريست 5 دقايق وهنكمل موضوع جديد. دكتور بعد إذنك. نعم. هو التي لما باجي احفر التي مش المفروض بالسلوتر مش الشيبر؟ لا الشيبر. ليه؟ السلوتر ادي الشيبر اللي هتعمل لي مجاري حرف التي، اداه القطع دي هتروح وترجع تعمل لي المجرى دي. اقدر اعمل مجرى داخليه زيها في السلوتر، لكن لما اجي اعمل التي ده لما يطلع وينزل مش هيقطع لي الحته دي. لما ده التول هيطلع وينزل في السلوتر، في السلوتر حركه التول طالع نازل طالع نازل، مش هيقدر يعمل لي دي ولا دي. تمام. رست 5 دقايق ونكمل يا باشمهندسين.